أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملت وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وفصاله في عامين
صوت